يقول: نعاني من شخص منا ينقل الكلام بين الأسرة وأفسد عليها المودة حتى فشت العداوة بين الجميع، وهو لا يقبل النصيحة، وتدور حوله الشبهة بأنه يرتاد السحرة، فهل نقاطع هذا الشخص؟ ما دامتم عرفتوه أنه نمام احذروه، لا تصدقوه فيما يقول، اجعلوا كلامه كلاما غير صحيح ولا تقبلوه ولا تتأثروا به، ارفضوه ولا يضركم إن شاء الله. وأما مجرد التهمة أو الشك أنه يأتي السحرة، هذا يحتاج إلى تثبت، ما تعاملونه بموجب ذلك إلا إذا ثبت عليه هذا الأمر. أما مجرد الشك لا تصدق الشكوك والأوهام. نعم. ما حكم استعمال السبحة في التسبيح؟ الأصابع أفضل، أنه يسبح بأصابعه، أصابع يده اليمنى، هذا أفضل. وإذا اتخذ خرزات السبحة أو الحصى يسبح به، هذا مباح، هذا مباح. أما إن كان يعتقد أن السبحة لها فضيلة وأنها سنة، هذا لا يجوز، هذا بدعة. السبحة إنما هي مباحة، ليست من السنن. نعم.